مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام، اهلا بيكم. حلقه جديده من خفيف خفيف معاكم يارا الجندي في رمضان كل يوم، وكل يوم معانا وصفات مختلفه ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله كمان تكون خفيفه عليكم. النهارده هنعمل رز بالكبده والقوانص، وهنعمل شوربه طماطم بالريحان. تعالوا نبتدي بالرز اللي بالكبد. اول حاجه او المقادير، هنحتاج نص كيلو رز بسمتي، مكسرات لو متاحه، وممكن نكتفي بالزبيب لو حابين، انا عن نفسي مش هحط اي حاجه من دول. هنحتاج ربع كيلو من الكبده والقوانص، ونقطعهم لاجزاء صغيره جدا، الاحجام دي على حسب انتوا عايزين ايه، دي حاجه راجعه لكم. هنحتاج شويه زيت، سكر دايت، شويه ملح صغيرين، فلفل اسود، شويه قرفه صغيرين، واخيرا شوربه فراخ. هنروح بقى لطريقة التحضير. هنحط كمية الرز البسمتي اللي موجودة في كمية مناسبة من المية الفترة لمدة ما تقلش عن نص ساعة، وممكن نسيبها أطول لو حابين. وفي حلة بقى على النار هنحط السكر على نار هادية جوه الحلة لغاية ما لونه يتغير. بعديها هنحط الزيت، وهنضيف عليه الرز البسمتي، ونضيف الملح، الفلفل الأسود، والقرفة، ونخلطهم في بعض كده كويس. وبعد كده هنضيف شوربة الفراخ ونقلب كويس لغاية ما كله يدوب في كله، ونسيبها على النار الهادية لغاية ما الرز يستوي بالطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها. هنجيب بقى كمية من الزبيب واللوز، ونحطهم في كمية قليلة من المية الفترة لمدة برضو ما تزيدش عن 5 دقايق. هنشيل الطبقة الخارجية للوز، وهنحاول نقسمها نصين إلا لو انتوا شارينه بالشكل ده يعني. وفي نفس الوقت هنكون بنسلق الكبدة والقوانص اللي معانا في مية قليلة كده، ونسيبها تتشوح بالملح والفلفل، وكده هنكون خلصنا كل حاجة. نيجي بقى نقدم الطبق بتاعنا. هنجيب الرز، هنحط الكبد والقوانص وفوقيها المكسرات، وبألف هنا كده. ده أول وصفة أو أول طبق معانا النهاردة. هنروح لتاني حاجة بقى، وهي شوربة الطماطم بالريحان وكمان عليها شوية كريمة. المقادير: هنحتاج بصلة مفرومة، معلقتين زيت زيتون، كيلو طماطم مفروم، كوباية عصير صلصة طماطم، 4 معالق كبار سكر، شوربة فراخ أو لحمة، فلفل على حسب الرغبة، كوباية ونص كريمة طهي، ربع كوباية ريحان مفروم، وأخيراً ربع كوباية بقدونس مفروم. طريقة تحضير بقى الشوربة بتاعتنا: هنسخن الزيت في حلة على النار، وهنضيف البصل، ونضيف الطماطم المفروم، ونقلبها، وبعديها هنضيف صلصة الطماطم بتاعتنا. هنا بقى هنضيف السكر بالتدريج علشان ما تعملش حموضة، وهنضيف عليهم شوربة الفراخ بمقدار كوباية مع كريمة الطهي، وهنسيبها على النار لمدة حوالي 5 دقايق. بعديها هنضيف البقدونس والريحان المفروم، ونقلبهم، ونقدم شوربة الطماطم بالكريمة بتاعتنا، وبالهنا والشفاء. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. يا رب تكون الوصفات عجبتكم. ما تنسوش بكرة هرجع لكم نفس الميعاد وحلقة جديدة من خفيف خفيف هنا على نجوم اف ام. باي باي.